لنقاش تفاصيل الملف اليمني ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والمحلل السياسي ياسين تميمي. أهلا بكم سيدي. حياكم الله. بالتزامن مع صد قبائل الحجور لأكبر هجوم لميليشيا الحوثي بمديرية كشار، كيف تفسر تواصل هجمات ميليشيا الحوثي رغم قصف قوات التحالف لمقراتها وتكبيدها خسائر كبيرة؟ نعم، ما يدور في حجور في حقيقة الأمر هي مواجهة بين قبائل لا تمتلك الكثير من العتاد العسكري، ومع ذلك لديها تحصينات كافية تمكنها من صد الهجمات المتلاحقة للحوثيين. وفي المقابل الحوثيين لديهم الكثير من الأسلحة التي ورثوها من الدولة اليمنية التي سلمها إياهم علي عبد الله صالح قبل أن يقتلوه. وطبعا التحالف يتدخل بشكل مكثف خصوصا خلال الفترة الماضية، وأثر بعمق على أداء القوات التابعة لميليشيا الحوثي لا شك، وساهم في إضعاف أدائها. لكن أيضا معارك الحوثي في حجور تشكل ضغطا يعني كبيرا على أبناء المديرية، فهي ليست حرب مواجهة بالأسلحة فقط، هي حصار أيضا مما يعمق مأساة هذه المديرية. ومطلوب على الفور أن تفتح ممرات تؤمن إيصال الإمدادات الغذائية والإنسانية والطبية التي هم فيها أمس الحاجة إليها، بالإضافة إلى الإمدادات التسليحية الضرورية لكسر تفوق الحوثيين ومن ثم إفشال هجومهم على هذه المديرية. هذه المديرية مهمة من الناحية الاستراتيجية، ولذلك على السلطة الشرعية ألا تهمل هذه المديرية وألا تسلمها إلى قدرها وإلى مصيرها، لأنها إذا دخلت في حرب استنزاف بالتأكيد هذا سيؤثر على معنويات المقاتلين الذين ينتمون إلى هذه المديرية. في هذا السياق أستاذ ياسين، إلى أي مدى تظن أن هنالك ثغرات حقيقية يتوجب سدها لإفقاد ميليشيا الحوثي عناصر الإمداد وإضعافها بشكل نهائي؟ هو كان يفترض أن تتواصل عملية التضييق العسكرية على ميليشيا الحوثي، ليس فقط في أماكن أو في الجبهات الرئيسية. للأسف الجبهات الرئيسية توقفت الآن، مما افتح المجال للحوثيين لفتح جبهات جديده في مناطق حساسه للغايه، مثل مديريه كشر التي تتحكم في خط الامداد في احد اهم خطوط الامداد الرئيسيه التي تصل ساحل تهامه او ساحل البحر الاحمر غرب البلاد بالعاصمه صنعاء. اذا سيطر الحوثيون على تلك المنطقه سيكتسبون ميزه اضافيه تمكنهم من الدفاع عن صنعاء اطول فتره ممكنه. لكن اذا تم التضييق عليهم، اذا توفرت التغطيه العسكريه لتقدم الجيش الوطني من تهامه ومن شمال مديريه كشر حيث يتمركز المقاتلون التابعون لقبائل الحجور، اذا تقدم الجيش وهو لا تفصله اعتقد اكثر من 25 كيلومترا، اذا تقدم في ظل تغطيه جويه اعتقد واتصل بمقاتلي القبائل، اعتقد ان هذا سيفشل مهمة الحوثيين في هذه المديرية وسيتسبب في انتكاسة كبيرة. مهم جدا أن تتصل هذه المديرية بالمديرية المجاورة التابعة لمحافظة عمران التي تخضع بشكل كامل للحوثيين في هذه الأثناء، لأن من شأن هذا الاتصال القتالي أن يحفز القبائل في تلك المناطق للانقباض على الحوثيين ومن ثم التسريع في محاصرتهم وإنهاء وجودهم في مدينة صنعاء. لكن إذا لا يتم هذا بإسناد كامل من التحالف من السلطة الشرعية، أعتقد أن ستستمر تلك المعارك وستخلف الكثير من المآسي خصوصا من القتلى والجرحى في أوساط المدنيين. نعم، الحديث عن هذه القدرات العسكرية للحوثيين التي أدت بشكل أساسي إلى إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين والمحاصرين في اليمن، كيف تقيم الموقف الأممي من عرقلة الحوثيين لدخول هذه المساعدات للمدنيين؟ الوكالة الدولية منذ بداية الحرب تقريبا وهي تتواطأ مع الحوثيين، هذا لا شك فيه، هذه حقائق ناصعة. يعني اليوم الأمم المتحدة تركز بشكل أساسي على مسألة إبقاء مخازن الحبوب ومطاحن البحر الأحمر تحت سيطرة الحوثيين على سبيل المثال، لأنها تقع الآن تحت سيطرة السلطة الشرعية. هي تطالب الآن السلطة الشرعية بالانسحاب من هذه المنطقة، مع أن الحكومة الشرعية وفرت لها مسارا آمنا يمكنها من إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها في مختلف المحافظات عبر مسار آخر لا يخضع لسلطة الحوثيين. هذا مثل من أمثلة كثيرة على التغطية التي توفر
توفرها الوكالات الدولية للممارسات الخطيرة التي يقوم بها الحوثيون، ومن ضمنها مصادرة المساعدات وإعادة توظيفها إلى خدمة المجهود الحربي وبيعها في الأسواق وإلى آخر، ومنع وصولها إلى مستحقيها في المناطق خصوصا التي تخضع لهم والتي لا تخضع لهم، خصوصا أنهم يتحكمون ببعض المسارات. هذه التجاوزات أنا أعتقد أنها ساهمت إلى حد كبير في تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، ومع ذلك الأمم المتحدة لا تسمي الأشياء بأسمائها، لا تقول أن الحوثيين عرقلوا. أشكرك، شكرا جزيلا لك. الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.